مهم جدا انك تشتغل على جزء الكومبيتيتور او جزء المنافسين وتعمل لهم اناليسيس وتبتدي تفهمهم في كل اجزائهم، كل تفاصيلهم، كل تحركاتهم، كل اسعارهم، كل الاد فاليوز اللي بيدخلها في السوق، المميزات اللي هم بيشتغلوا عليها، التحركات الاعلانيه، طرق الاعلانات، تفاصيل التشانلز بتاعتهم، تفاصيل الكونتنت اللي بيكتبوه، كل حاجه. طيب يعني ايه الكلام ده وليه مهم؟ المفروض ليه مهم؟ تمام؟ لان انت من خلال رؤيتك للكومبيتيتورز هتقدر تنافس وتاخد شرايح مختلفه. من خلال رؤيتك للكومبيتيتورز انت هتبتدي تشوف الماركت جزء جزء. من خلال رؤيتك للكومبيتيتورز هتبتدي تطور في اسلوب شغلك وطريقه شغلك وتطور من طريقه تقدمك في الماركت. من خلال رؤيتك للكومبيتيتور هتبتدي تشوف المنافسين بتوعك بيجذبوا الكلاينت ازاي وتبتدي تشتغل زيهم على الاقل او بطريقه احسن منهم. من خلال الكلام ده كله لازم أن تكون فاهم يعني ايه كومبيتيتورز، يعني ايه منافسين، لازم تكون عارف عدد المنافسين الموجودين في السوق، تكون عارف يعني ايه منافس مباشر ومنافس غير مباشر. منافس مباشر هو اللي بيبيع نفس المنتجات اللي انت بتقدمها، سواء هو بيبيع سكني فانت بتبيع برضو سكني، لو هو بيبيع استوديو يبقى انت بتبيع استوديو، نفس الطرق المباشرة. غير مباشر يعني اي حد بيبيع حاجة في الريل استيت تسد احتياج الكلاينت لكن مش نفس المنتج اللي بتقدمه. تمام؟ دي حاجة مهمة جدا جدا على الكومباكتورز لازم تكون فاهمها، لازم تكون فاهم ان الجزء ده مهم جدا جدا بالنسبة لك عشان تقدر من خلاله تفهم طبيعة السوق ماشي ازاي. انت درسنا الماركت ريسيرش وفهمناه، لكن من غير رؤيتك للكومباكتورز مش هتقدر تشتغل على السوق وتكون فاهمه بشكل كويس. مش هتقدر تنافس، مش هتقدر تنافس في السوق. ازاي انت هتنافس في السوق وانت مش عارف المنافسين بتوعك مين، مش عارف اساميهم، مش عارف انت شغلك، هل انت كده متطور وشغال معاهم بشكل كبير وبشكل مميز، ولا انت المفروض شغال بطريقه عاديه وطريقه تقليديه والمفروض المنافسين مسابقينك بكتير وبياخدوا عملاء اكتر منك وبيشتغلوا في نفس الماركت بتاعك وانت ما تعرفهمش ولا تعرف ايه التفاصيل بتاعتهم ولا اسعارهم ولا اي حاجه من الحاجات اللي بيقدموها. المفروض الناس اللي بتنافسك على نفس الجمهور دول كلهم منافسينك، الناس اللي بتنافسك على نفس الجمهور دول منافسينك، الناس اللي واخدين شريحه في السوق واخدين حصه تسويقيه في السوق دول منافسينك. المفروض الناس اللي بتقدم قيمه مضافه واد فاليو للسوق دول منافسينك. المفروض الناس اللي بتعمل مزايا وفوائد بارزه بشكل كبير وبتحقق شكل كبير في مبيعاتهم تكون انت عارفهم بشكل كبير جدا وفاهم 20% من المنافسين اللي بيصطادوا 80% من العملاء. تفهم 20% من المنافسين اللي بيصطادوا 80% من العملاء. لازم أن تكون عارف نقط الاسعار بتاعتهم، نقط الاسعار بتاعتهم عامله ازاي، هل هم بيبيعوا باسعار اعلى ولا اسعار اقل، هل هم بياخدوا مشاريع اعلى ولا مشاريع اقل. لازم أن تكون عارف البيمنت بلان بتاعتهم، لازم أن تكون فاهم النقط اللي بيبيعوا بيها ايه بالظبط، الاقساط اللي بينزلوها عامله ازاي، ازاي بيتعاملوا مع الكلاينت من بعد ما بيشتري، نقط الضعف والويكنس اللي عندهم ايه بالظبط عشان تبتدي تلعب عليها. كل دي نقط مهمة جدا جدا، خطتهم في التعامل مع العملاء والوصول ليهم عاملة ازاي، طريقتهم في التسويق والاستراتيجي اللي بيشتغلوا عليها، المراجعات اللي بيقدموها للعملاء سواء عن المنتج او عن الوحدات نفسها والاد فاليو اللي بيشتغل عليها، الفيديوز اللي بيقدموها، الكلام ده كله. لازم تحدد 10 منافسين محددين، 10 منافسين محددين اللي هم واخدين شريحة كبيرة جدا جدا من السوق، شريحة كبيرة جدا جدا من السوق ويبتدوا يشتغلوا عليهم. أفضل 10 أنت شايفهم في السوق عاملين تفصيلة للسوق وواخدين مكان كبير جدا في السوق لحسابهم. لازم تكون أنت عامل الناس دي
في تفاصيل مختلفة تقدر تشتغل عليهم، تقدر تشتغل على نقط السعر والعروض المميزة بتاعتهم وطرق التسويق بتاعتهم، وتبتدي ترتبهم من الأفضل للأفضل، الدرجة الأولى للدرجة الثانية للدرجة الثالثة. وهنشتغل على النقط دي وهنفهمها كويس جدا. لكن أنا لازم أنا أفهمك الأول يعني إيه كومباكتر أناليسيس، لأنها هتساعدك في كتير جدا في اتخاذات القرار جوه الاورجنايزيشن بتاعتك وجوه شركتك، هتفرق معاك بشكل كبير جدا جدا في تحديد الاوبجكتيف بتاعتك والاوبورتيونيتي المتاحه بالنسبه لك والتفاصيل بتاعت الماركت نفسه بالنسبه للمنافسين. تمام، دي النقط المهمه الانترودكشن بتاعت الكومبيتيتور، حبيت اوضحها لك بشكل مهم وتفصيلي عشان تبقى فاهم انت ليه بتشتغل على الكومبيتيتور وتبتدي ان انت تقيسهم بشكل كبير ليه، علشان تكون فاهم بشكل كويس جدا 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 طريقة شغلك ماشية ازاي وليه بتعمل ده، مش مجرد ان انت بتعمله خلاص. وبعد ما بتخلصه هنضيف الكلام ده مع لستة القرارات اللي بتاخدها وبنحددها علشان تطلع بالاورجنايزيشن بتاعتك لقدام.